أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ
كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة صدق الله العظيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قرآن النور إتي كوي غورتوپورن إكتي باكو. إي باكر ماجه لوكيات هي إسلامير شونالي جوغير شي شوندور إتيهاش. যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রিয় নবীর প্রতি আল কোরআন কারীম অবতীর্ণ করেন আর ঠিক তখনই পৃথিবীর দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল কোরআনের নূর হতবাক হয়েছে মক্কার কাফের মুশরিকরা ঠিক তেমনি বর্তমান সময়ে কোরআনের আলো
ও কোরআনের বাণীকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিতে বসুন্ধরা গ্রুপের আয়োজনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কোরআনের নূর নামক এ কম্পিটিশন। আমি আশাবাদী কোরআনের নূর কম্পিটিশনের মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে কোরআনের ডাক। আলহামদুলিল্লাহ আমি বিশ্বের অনেক কান্ট্রিতে আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে বিচারক হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি কোরআনের নূরের আয়োজন সেদিক থেকে কোনো অংশেই কম নয়। আমি আশা করছি এই কম্পিটিশনটি আগামী বছর আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে রূপ নেবে ইনশাআল্লাহ। আর এটি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমার তরফ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বসুন্ধরা গ্রুপ ও বাইতুল মুকাররম মুসল্লি কমিটি সহ এই আয়োজনের পেছনের সকলকে কবুল করুন, আমিন।